وفين قالت لي كتسكن؟ وانا دريس انا عاقله عليها، مع الدروبه جاوني يتشابهوا. ومشي من هوك ولا ما كانش؟ لا مشي من هوك لا ولا ما كانش؟ نمشي نيشان، نقصد نيشان ونقصد الله، فين غيخرجني؟ هادي عليا هادي عليا. خليل نعم. الواحد ما يسلش لك تيا؟ لا دايره باراج حاضيه شغلي. ما نسالك لا لا 55 خويا تفلت ليا. هاتي تيا اش كندير انا فلت لك؟ انا علاش شاريه دار صغيره باش نبقى حاضياك؟ دار كبيره هتلعب عليا، نقدر ندخل انا هنا وتشري لي مع الدار. هذاك فار نزل عليك النعله. مالك؟ والو، بغيت نقول لك راه بنت خويا راه غتجي تجلس معنا شي ايام، باغا تخدم هنا بين ما تحركات. شكون بنت خوك؟ بنت خويا اللي في العروبيه. خارك عارفه تصدمتي حيت خويا ما كندويش معاه، ولكن عيطت ليا ما وداكشي قلت نديرو الماء منين يدوز. واه فهمت سطافك. انا ما عنديش معاهم، دايرين فيا وفاعلين فيا، انا مسكينه عندي مراه بيل. انا خليل كيغلبني وشي، انا خويا دير لي البلاد. ديري ميكالي ميكالي باش ما بقاش يغلبك. او واش غنقول لك؟ كنضحك معاك. دبري راسك لاله، عائلتك بغاو يجيو مرحبا بهم، مالي غنهزهم. خا واحد الدنيا ما عندنا ما ندير، هذاك الشيء اللي كاين. قالت لي غتجي، قلت لها جي، جلسي معايا نشوف لها شي خدمه تحرك، ومن بعد اخويا تمشي تكري مع الدريات وما يكونش فيها صداع والمشاكل. وانا راه مرحبا بيا، ما تقلقش عليا. بيني وبينهم ما نكذبش عليك، شحال من مره تلاقيت انا وياها. المهم باغا ديري الخير، عارف اش كديري وزيري، ما تضحكيش معاه بزاف، يكون داك الشيء فيه حدود. وراه جاي عندي لداري. لا ما فهمتينيش، يعني داك الشيء بقى شويه في حدود، باش ماشي شي نهار يوقع بيناتكم شي صداع. انا ما غنجبد الصداع لا والو، النهار اللي طلع ليا في راسي نقول له زيدي خلفه مع الطريق. انت تعرفي ياك جايه عندك ما جايهش هادي انا. منك ليها نهار تبان لك تجري عليها تريكتكم هذيك، انتم تعرفوا ليها، انتم اصلا مسطين تريكه. ياك شي حاجه اخرى ولينا دابا حنا مسطين. واه كذبش عليكم. بغيت نقول لك سير، منين غتوصل غادي نعلمك باش تمشي تجيبها. اها ان درايفر، ما عرفتش انا واش راجلك ولا خدام عندك ولا والله ما عرفتش. جوج سير 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 وجدي شي كاس ديال اتاي. دابا غادي يكون عندك. يلا بال مروان هنبادر لك تتقلب عليا باش انا نبقى ديما كل مره نبقى نخزن لك حوايجك. اه شامو لك الله يخليك لينا، راه انت اللي يا عمارة الدار وانت اللي كاينه، راه تخطينا انت درنا الخير. عطاني ليك عطاني دابا نهار غتعرف شي وحده كانت تعقل عليا انا كاع. صح عمي كنعرفها. كتعرفها؟ ايه. ها انا جريت لك لسانك عام شويه. نعرفها ونخرج انا وياها مره وصافي. شكون هي؟ واحد الدري خدامه معايا. والله خدامه معاك واش انت تسقيت ولا مالك؟ هما راه الواحد خصو يتعرف على الدريه ويعرف اش كتسوى، ها ماشي يتزوج بها. انت اش داكشي تعارف ولا شي دريه ولا هذي؟ انت قد هادشي هذا؟ ترى انا باقا كنطول لك حوايجك وانا باقا كنلبسك وكنصيفطك للخدمه. وراه داك الشيء علاش بغيت نتزوج باش ما تبقاش تلبسين؟ ما كاين لا جوج لا والو، عاودني منك عاودني منك عاودني منك. هذاك التعمر تاع الدراري تعاود في راس الدرب راه غادي يعلمك على البلا. بصح عبد الرزاق نقول لك عبد الرزاق تا هو ولا كيكمي. اه كيجبد قدامي يكمي، انا كامل نعرف واش كيكمي كاع، كيبقى يدير ما عرفتش واش كيدير. ولا كيدير اجي اجي عرفتي اش غدير؟ غتولي تمشي للخدمه، ملي يجي من الخدمه غتدخل لدارك. لكن لا انا غادي نخرج يدور لي البرد، لا انا هنا لا انا هنا. انا نقول لك لا 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 اسمعي، شنو ديك الدريه كتقول لي نمشيو نخرجوا لهاد القهوه وداك الشيء كتمشي لي غالي وي بزاف. انت شدك لهاد الشيء؟ انت فين عرفتي هاد الشيء؟ الوقت اللي كتعلمك الوقت. اش من وقت كتعلمك؟ انا هضرت معاك من الدار للخدمه من الخدمه للدار شي تزيد دقيقه حسابي معك هو الاخر. صافي وانا عارفك محتاجه داكشي اللي قلتي لي، انا ان شاء الله نهار خمسه كنتخلص. راه تلفتيني انا، راه تلفتيني غنجيب الامانه ونعطيك. انا راه تلفتيني فلوس التدواز جيبهم ليا، وبلا تبقى تقول لي دريه ولا قهوه ولا دري ولا هادي عاودني منك. فهمت ولا لا؟ انا هضرت معاك مزيان تبارك الله الدري. ما كنقول لك انا الحقيقه كاع ما كنكذب كاع. صافي سالينا يا ودي، اذا قال لك غنصيفطوا لك غنصيفطوا لك حد ما صيفطوه لك يا وي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت يا فاطمه؟ اه كي داير؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اخبارك؟
العائله الدار الوالدين كلشي واداك. الله يحفظك والله الا عرفتك سبحان الله كلك لوانات قال يعني لوانات ديتيهم اش خليتي الدريات ما يلبسوا. باش نبان انا راه كيقول لك لبسي اللوان تباني هاد تشقشقيها كيشوفوك كتباني كتباني بحال شي كاميه وجاي قسما بالله كلك لوانات مزوقه تبارك الله من الزينات كي دايره كلشي مزيان الواليد كل الواليده شي بخرج مع التريكه والعائله وقول لاباس وتغدرتي شويه هنا وي انا ما عرفتش فينني مشيت ترى الدار بيضاء كبرت وساعت وكل شيء ولا فيها داك الموزيت شتكد شاده ومحنطه عليه فيه شي حاجه ما فيه والو اش فيه واش شتكد تسول انا نضحك معاك وزيدي زيدي راه كيتسناو فيك الصقع تبارك الله صارت كبير ومزيان ما يبانش فيك الكبر كاع عندك مع كديري السكانير لبنادم سبحان الله لا وراك انت راجل عمتي ما نشوفكش زعما من يلا يلا فين تا يلا راه كيتسناو فيك يلا شكون هذا اللي كيتسناو فيك لا حول ولا قوه الا بالله وانا قالوا لي راه عصب بقري نمشيو نتقهوى وانا وياك راه عطشانه نصبقوا نشربوا عصب قهوه وانا وياك بحال هكا بهذا الحط عادي ما انت كي جاتك الحط راه مشات للصوت الحط راه ما ضربتش معاك بها حتى الحبس سير الله يعاوننا تعالي عنقول لي غادي نقول لك تي وانت ناس كازا كاع ما مضيافين ها على حق الله تا بويكيس زوين بويكيس فن ها هي جايه هاي زيد الطحرينه الكحله بين جابوها حتى هي ما خرجتي لينا مانا اختي ندوي معاك مرحبا خويا بغيتي شي حاجه نصورك يلا كنعمر بري ديالي لا بغيتش ناكل اش بغيتي لا شي نسيت كاع ولا الشيطان الراجي مروه الهبيل سير 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 تفكر سير عدي تمارا وعلى الشقه ما تفكرش اش كيف واحد الدريه كنعرفها هي مالها وما مسكينه مريضه مسكينه واقفه على 15000 ريال عيطي لها ولد الهم والله بغيت نعطيها لها ديري سكوت سكوت اليوم طيع علينا الروح اليوم امينه تشوف مينا العيشوريه اش بغيت نتشاور معاك اختي ما تعطيهاش لها مروان وراه كتبكي مسكينه البارح عليه في التشي مروان وبقات فيه الله يرضي عليك امها تقدر تعيش ولا تموت هذا ولا هذا اسمعني الله يسهل عليك انت مروان دري درويش خدام على راسه مقاتل جامع راسك ما تدخلش البلا انت راه شويه هبيل اللي جاي يضحك عليك لا ما غتموت وقالت لي لا بغات تموت تموت شي الروضه تبان لا ما تموتش وتموت امها هي ما تموت امك انت غتسمعك الوالده غدير لي حاله وانت عارفه انا غادي نعطي لها تخلي اسمعني دابا حنا الدريات ملي كنبغيو حاجه من الراجل كنبقاو نكذبوا عليه ونتفلاو عليه راه بغات تفلى عليك ودير لك الفليسات لا لا ما تكذبش عليا ما تكذبش وقال لك باغي يسا راه غير مسكينه بقات كتبكي كتقول لي امي غتموت واش غندير دابا وما عنديش واحد من غيرك سير عطيها 40000 ريال سير عطيها 40000 ريال تيريها هز لاكارت لموك ياش السوت لاتي صافي هز لاكارت لموك وتيري وعطيها صافي الا ما تيريهاش فيك امك كيفاش وانت كتقولي دابا ساعتها باقي نافخ الا شي عطاها 40000 ريال انا نشوف انا عطاها 15000 ريال وتقولي واه مروان راه حنا دوينا معاك لك شي كتفهم العربيه انت ما كتزيدني حتى على الوعد صافي واخا نقولها قالت لي يا منال واش طيح في صغرك ولا مالك لا انا نعز عليا ندير الخير وصافي غنقول لها راه قالت لي منال اللي غدير ديك 15000 ريال سير ديها للطبيب وسير الدواء حيت انت عندك شي خلل مالي انا بديك مريض مريض وما مريضش انا غنجيب 15000 ريال سير الله يسهل عليك انا بغيت تسمع امك واليوم نتفرجوا فيك ولا فين ولا فين الله يسمح لنا خالف ها ولا ها ولا يا بي اوي هذا ما يكون عخ عتقي الله يا بنتي السكر ما سكر سكرتي مع الدخان نص سكر عتقي بنتي على السلامة خالد خالد ما خالد خالد راح العيد حل عليه واحد البواطا وقال لي طلعي وما عندكش يطلع بيا وكل فوق الطاسي دارت بقدني ما عرفت عصي فيه يا سيسوري هذاك مش كان حلعوب لا وعلى السلامة بعدا كاين على السلامة غير ياخذ كاين نص سكر كاين نص سكر تبع لك على نص سكر دابا ولي عسل معدية بعدا كاينة كي دايرة عندي لاباس عليك وتي عمتك عبد لا تناري شوف عندي عبد الدروج وما فهمتش لو بعدا نفع عندكم هكا يتسدوا عليه وطلعوه ها صدوا ما بقاوش عندهم شي جابك يتلقى لي في الزنقة وجابني قال قاعد خويا في هادشي وراك ودير بيا داكشي ما عرفتش خالتي ما عرفتش خالتي فين تلقيت راسي هنا خالتي يلا فيق فيق شويه ها انتو السلطه ياك ها هي كاين عندك وانت شوف لي خاويا لا زبيده لا سمينه لا دجاجه في يديك لا ودي كلشي مشى اش باقي اش باقي شمن سمينه ولا اش كاين انت راه العربي كيفاش ناشفه ناشفه ما كاينش شي شفتها مع الدخله قال زيد 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 باينه وزيد الماء والسكر غنعطيك الماء دقيق زيد زيد
أتي بارد ورو من قبيل وانت حاطه خالد وانا عزيزه ليا بحال هكا ولكن ما كنبغيش كاع بيان كلاصي خبارك خالد هاد الخريجات اللي كنخرجوا والله الا كنبدل الجو واخا بيني وبينك راه ما كنخرجوش بزاف ولكن راه ليلى يلا والحمد لله انا خويا عاجبني مره مره في الويكند كنديروا شي خريجه احسن هذاك الشيء اللي كاين على السيطه ديالي انت عارفه اللي كاين عارفك ما عندناش وما خصناش والحمد لله راك انت خدام وخدمتك معاون معانا الله يسهل عليك اي والله يقدرنا هادشي اللي غنقول لك بنت الناس هاز مرتك وهاز امك وهاز خوك واش بغيتي يهزكم شي واحد اخر الله يخليك لينا ويطول لينا في عمرك امين امانة الله يعطيك صحيحتك يا ربي امين خليل ما تقلقش اشنو كاين تاني ودابا زادت علينا فاطمه الزهراء راه واحد المده وغتخرج ماشي مشكل واش انا قلت لك شي حاجه مرحبا بيها انا عارفاك راه زفت شافي وقلتيها ليا طالب لي بغيت نطلب منك هو فاطمه الزهراء دابا غتبقى جالسه وراك عارف ما كدير والو واش بغيتي دير دبر لها شي خديمه منال انتي رشاه كيفاش دايره هي شويه الزن بلديه هذيك فين غتحطهاش من خدمه تقبل عليها خالد شي واخا هكاك كتبان لك بوها ليا راه مطيوره وعارفه راسها شنو كدير ومين كتشوف الفلوس فاطمه الزهراء كدير اللي ما يديرش عقل بلا وغادي تعجبك والله ما عرفت خاصك غنديها عند شي حد تولي محاشمه انا معاه لا لا انا ما كنظنش حاشمك شي خدمه اللي غتعرفها ما تكونش فيها غير القرايه بزاف والجا القرايه حتى هي وصافي راه داك الساعه مزيان القرايه القواتن شخوشه مالا انا بغيتي تقولي بنت خويا دحشه لا حاشا لا لا حاشا احميه حرام عليك سمعيني سمعك. انا نشوف ليها واحد السيد تخدم معاه في واحد المحل ديال ايه مزيان قال كيقولوا لي كيبيع هي ماشي الحوايج كيبيع شي ديال لي زاكسيسوار ديال العيالات وكذا ساهل حاج الدرهم اطلاق لي عرفتي علاش هي هرويه عندها مع البيع والشراء هي راه مصنطه هي تلقى مع الدريات والله ما كذبتي في هذه هي راه ناضيه في هذه عندها كتخرج عليا مع السيد لا لا وصافي انا في العشيه نسول الله يسهل عليك اخالي هانيه ماشي مشكل مزارة مزارة كاع ما دوقتيني كاع مسمعتي تاكلي كاع ما مصوابه وانت شاري ليا بمعاصر وناوي طامع ليا فيهم واحد خصو يشرك الطعام ودوقني وندوقك وحتى نحط الراس على بعضياتنا ونتعاودوا وشحال من حاجه ودوقينا في طن الزهر انت حيد على ديك الساعه شري راسك انت شاري لي انا وطامع فيه شري لي واحد وشري لك انت واحد انا اللي حمار انا حمار شاري لك هاك الحزن طن الزهر دابا انا غنشوف خرجتك وبغيت ندورك وتشوفي انت الناس وشوفوا الشياطه ديالك انا شايط عليك شبعتي تلقي باقي في اش باقي اش باقي الله يهديك ونقول لك الا مشيو للدار عندك تقولي لامي فين مشينا وفين جينا راه كتقولي ما تخسرش 100 درهم ما تخسرش تقولي جمع 100 تتولي 50 درهم ونشري لك بها سليبات سماطي نشري لك بها سريولات ديال الداخل انت راه جايبني على الجردان جايبني على الخضوريه كارمه ما عندكمش حتى 40 ملي واش خاسر عليا شاري ليا بيمو خلا داك البيمو وعصيرو بيمو عصيره ب 6 دراهم شله شله 6 دراهم شله ويلي ويلي انا قلت غنمشي للمدينه غي دورني ديوني دوك البلايص الواعر نضل نشوف في التلفازه ما شفت والو وهاد ترى ما عنديش انا باش نديك البلايص الواعر عافاك انا عدي عديني نخلص لا لا وتعديني وخفت عندك فاطمه الزهراء ونبقاو سهرانين تما ولا شي حاجه ونصهروا مالك الصهيره زوين نخرجوا ندورو نفيشطو انا وياك كيديروا ديني شي بلاصه فيها الشيخات شيخات؟ شي بلاصه فيها الشيخات فيها العيوط الحيطه ورا الحيطه واش نعلق كنعرفش كنشوف الشيخات انا في التلفازه بغيت ترشق عليا تنديرهم في اليوتيوب وتبقى نتفرج ونوض نشطح معاهم يعني عندكم داكشي اللي كيدوزو في التلفازه عكدو البلايص الواعرين البلايص اللي فيهم النشاط والزهر المهم انا غير خصوصية ملي نرجعوا للدار ما تقوليش الوالده فين مشي الا قالت لك قول لها رابطنا حنا حدا الشرطه ولتي اصلا فين ديتيني راه حنا عارف الجرده اللي سمع ما تقوليش لي تقول السيد داني نشط ونفيجط وناكل الشوا حتى جديتيني شاري لي بي مطامع فيه من الفوق وما فهمتش انا وكيف ما تقوليش لي فهمت انا ما تقد العاطي الحماد شويه ولا رجعوه لي ها حتى اللي حماد انت في هذا الوقت زيد زيد خلف الطريق راه حاشا راه انا اللي حمار ونجيبك ومدورك اما انت سرقت قايد تما انت فين مدور ناسي وتبدا درك هذه جرده نشوف فيها انايا عقول ليا انت من ربيع عندكم كرم ولا صفر بالشمس تطلق مني تطلق مني راه ما بغيتش لي يشدني انا هكا تبعك البلا ويلي قال لك خرجتك وشاف الخروج انا كنظن تفرج عبد وفاطمه
اش كاين؟ وتيت عالي الله نمشي والناس كيشوفوا فينا. شوف واش كتحابي راسك في الموسم؟ وتعطلك غتشوه. يلا زيد. يلا زيد. بعدك واحد البلا. يا مانا البنيتي بغيت غنسولك وما دريش مني قلت الصواب. تي بنت خوك. ياك انت مخاصمة مع خوك وهي الجبل عندك. ومينا؟ سمحي لي انا ظهرك هادي. لا تقول لي عدو السي كتحكم فيا ولا اللي جا من طرفك مرحبا بها بنيتي عاد بغيت نقول لك. سمعي انا عارفه نيتك زوينه وسولتيني حيت ضربك راسك وانتي ما كتحكميش فينا صراحه من اطيب خلق الله وعارفه كيف دايره. عيطت لي امها درك تشكي وتبكي وحكا راه ما خدامينش وبغيتي غتنزل تعاونني انا وبواها راه خوتها باقيين صغار راه فاعلين تاركين. قلت لها دابا شنو المطلوب مني؟ قالت لك بركي عندك شوفوا لاش خديمه. قالت لك غير الشهر الاول شهر ثاني تخرج شكري. قلت لها حنا غنديروا فيكم هذا الاجر اصلا حنا دايرين فيكم الخير وغازيين نكملوه. واش نقول لك بنيتي راه الشي مدينه كيولات والوقت صعابس والوقت خيابس. انا خايفه عليك خايفه عليك بنيتي. لا ربما تسخريها ولا ربما تخدم ولا ربما تهك وتضحك عليها شي واحد. وبنات العربيه راك عارفه مساكن عنيات عنيات مساكن. راه تشيليني هذيك رانا اللي عارفه علاش مطويه واحد زريمق منها ما كان. ايوا هذه ما علينا. انا حدا عندي هنا في الدار وانا متحمله مسؤوليتها حاضياها. ايوا في الزنقه عارفه اش كدير. النهار انا كنتسنى قلت لك غتخدم الخلصه الاولى الثانيه غنمشي نكري لها بيت مع الدريه تخرج عطاني اتزان. داك الساعه غنعيط لامها ونقول لها لا دارت بنتك شي فضيحه تحملي مسؤوليتها خرجت من عندي من داري. وبنيتي سمحي لي يا بنيتي انا بغيت زعما كاين عم يعني عم تطيحيش شي مشكل اللي هو اللي راك عارفه. ميمينه انا عارفاك مكبده ليا الهم لا ليا لا لولدك وما غتبغيش لينا العار. حنا باركين طرونكين ما غنبغيو شي واحد يجيب لينا الصداع الراس. ايوا واش غنقول لك الله يجعلك في الميزان المقبوله بنيتي. يا ربي الله يجعل ربي يسهل عليك. انا حاضي وعارفه راسي شنو كندير وتا خالد حاضي وعارف. ايوا صافي بنيتي مرحبا بها كاع اللي من يجي من جيتك مرحبا بها بنيتي. الله يطول عليها يا بنيتي. دابا غنوجد لك واحد القهيوه تقاد مزيان. سير الله يرضي عليك سير الله يحفظك يا بنيتي. انا وصيتها وصيه ما تقش المسحي. سي مروان اخي العازي. خالد انت مالك نعاس كتجي تكملوا في القهوه؟ خدينا نوار باش نحلوا عينينا صاحبي. انت ما خاصكش تاخذ نوار انت خاصك تاخذ من عنده مانطا ولا شي كوفرلي وتخشافي. اجي سير سير قولها لي سير انت ما غنصنقع امك راه 12 ديال النهار صاحبي تيش مع راسك شويه تناسينا ما خدامش اليوم روبو اليوم حاولك تتمطق والواحد ولا يتمطق مره مره. شوف اخويا واخويا نعم اخويا وضحكه العائله واللي جاي يقول لينا داك خوك ما بغى يجمع راسه وما بغى يدير قال لي مع راسي فلوس اللي شديت عطاها لامي. معلم انت مرضي واصل يكون مرضي ومهدي الريال اللي شديتها نعطيهم لها وهي كتعطينيها باش تقهوه باش تخرج لا الخروج محيداه ليا باش تركب في طرونس. دابا انت كتسمي على راسك راجل راجل ونص باش ملك الوالدين بالخدمه والدين وبالعقل وبشر. الوالدين راه كنتهلاو فيهم كنكبروا بهم كنعطيهم ماشي كنعطيهم كلشي وكنبقاو حنا بلاش. خويا تسوقك فيا ها وسوقك فيا انا بيني وبينك واش انت حمار ولا شنو انت وانت ما كتفهمش في العربيه. العربيه اشرح يا خويا ما بقيتش كنشرب قهوه معاك انا ضراني المعده. اه باغي طاكوس. الله يرحم لك لامي ما مروان شويه اصاحبي شنو هادشي اللي كدير انت خدام مزيان تبارك الله دري زوين توقد شويه اصاحبي توقد اصاحبي. موقد انا واش الواحد ما بقاش يتهلا في امه؟ ها انا خويا شوف ماشي بحالك انت تعاق امك خويا ما تعطيها ما تصير ما والو بزاف اخويا مالك اش باغي دير؟ خصك تكون بحالي تجيبها تديها لامي نجيب 40000 نعطيها لها تعطيني 1000 ريال قدام. ايه ودي اللي باغي يدير المراه يا ودي ايه ودي اللي باغي يدير المراه ندير المراه وندير الدراري. انت بهاد لاطاي هادي بهاد الفورما هادي ومالها الدراري كيجيو بالفورما نوض 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 دخل ونوض باغي ندوي معاك ترى ماشي ديال الهضره تشادي. سير 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 اخويا خالد سير راس مالك الهضره. فاطمه زهره ولفتي معانا شويه عجبتك كازا؟ ايوا نقولو واخا ما فيها ما يتشاف. قولي عاد بلا مشطراتي الناس كازا غيتقلقوا منك. كازا راه احسن مدينه في المغرب. وملي كي احسن مدينه في المغرب وما شتي ما فهمتش اللي بغى يخرجني يديني على الزرع نشوف وكلا كان شي زرع يحمر الوجه. ودي وانا اختي انا الفايجه راه بغيت البلايص اللي فيهم الزهور نشاط فيهم الشيخات. واه فاطمه الزهره راه ماشي بحال العروبيه تما عندنا في البلاد كنجيبوا الشيخات مي كيكونوا في العراس وكيكونوا الاجواء زوينه والعائله. هنا راه لا مشيتي لبلاصه الشيخات
غيقرقبوا عليك البوليس يهزوك. سير انا عندي صحاباتي هنا في كازا المطورات على اختها يظلوا يقولوا لي قاعد نعاود في كازا فيها بلاصه الزون نشاط والضحك وكل شيء وصافي قال الفيديوهات ونشوف داك الشيء بعيني. شوفي في على تيب السنه ما عندك صحابات على كازا. وي وي وانت كتحابيني غش مي عاد صحاباتي وضلوا يصيفطوا لي في الفيديوهات يقولوا لي انت شوفي الفيديوهات اي عندكم واش انا شفي عندكم مرت خويا مالك كتكذب عليا قالت لي راه حقه وما عندها لا حنين لا رحيم وما عندها عند من تسكن وغشدي عندك. بيني وبينك عمتي راه العرب كاع مبقى فيها ما يديها وقلت نجي ندبر على راسي كاع صحاباتي تبارك الله داروا لاباس يلبسوا عاها لبسوا داك الشيء ها زوين وفن واللوان والقلي. سمعي فاطمه سمعي امك صيفطاتك هنا باش تخدمي وباش تدمري وانا باغا ننصحك زعما ونقول لك هنا ما تشيقيش ساعتي اللي بدلتي لي كتنصحي فيا. ويلي على عمتي تما كاين انا هبيله انا عندي الدماغ ونفهمها وكاع طايره ترا كانوا الدراري ديال الدوار الله ما يقدوا عليا عاد راسهم واعرين ساعه انا راه كثار منهم تحرميات لي في هذا الراس عسكتي. قلت لي ما كانش عليهم يسميك فاطمه كان عليهم يسميك القزابري تجي معاك ولا قنديل. ما فهمتكش درك تجي راه لقيت الفلساني نقول لك اللي كاين وتعايريني. تبارك الله با ضيع عينيك هاي دورو هاكا صبغات القفوزيه والله كون ما كنتش قايفزه وواعيه والله كازا كون ولاد كازا غلبوني ولكن ما يقدروش عليا. ودي ودي بان لي الخير اللي راه انت اللي غديري فيا خير انت اللي غتعطيني دورك في الحياه. لا ولا عمتي نتقدم قدامك راه تتوريني. يلا يلا نمشيو للمحل نشري لك شي بيجامات وشي حاجه زيدي زيدي. شوفي بغيت لك بيجامات فيهم الشبكه هنا وفيها الشبكه هنا والوان راه شفت ما بغيتش تبيع عريانين يعني من الدار لا الحشوم هذوك تنبغي نشوف ماسخين هذوك هادشي زيدي. قول لي وعاود لي وقول لي كيفاش زعما كاين الفلوس تاع الخلاص ديالك الشم ولاو ناقصين؟ كيفاش ناقصين ام ناقصين؟ لا راه السواري كنخدم والو 12 ساعة كنخدم معايا هذيك حسابي هو هذاك ما كيضيعونيش. ودي منك بلا ما نبقى داوي السبت ثاني مروان 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 وامي والله تا حسواعي امي هادو غير بعض مرات. دابا خلينا من هاد الشيء كله حنا علاش كنهضر معاك باش وليدي بغيت ندير قرعة. قرعة؟ غادا ندخل القرعة القرعة كتعاوننا شوية وانت منهك وانا من جهة القرعة حتى هي شوية باش نجمعو ونديبو تحنا ونخرجو خصنا نخرجو. ولكن اما كيبان لي انا راه من عندي ملي قلتي لي انا نعطيك وغديري القرعة انت يعني داكشي اللي كدور معايا به حتى هو غنحيد مني شوية وغندير القرعة وانت حتى من هكا شوية ونخرجو تحنايا ونديرو دارنا. ولكن بغيت نسولك امي ايه علاش غنخرجو من هنا وحنا ساكنين مع خويا؟ وخوك شحال قد خويا غادي يبقى هاز من حياتي الله امي خوك اخويا ولا عندو الزيت الدار بدات كتعمر ايه خصنا نفهمو ريوسنا ونخرجوا تحت نقلبوا على ريوسنا باش غنبقاو حنا مطقلين على خوك. راه دا خويا فين غنمشيو اللي ما عجبو الحال راه بابو ساع من كتاب. لا لا عجبو الحال وعلى شحال قدنا حنا نبقاو مسكين على خوك. هابت اختك خوها جات من العروبيه لغات ليه ولا بعد لغات ليه يبان لك ولد خيتها ولا ولد خوها ثاني اخر جا ثاني. صافي ولكن امي بلا شي واحد الشويه حيت بغيت نسافر. فين غتسافر؟ نسافر عندي واحد 40000 ريال نمشي نسافر بها. شو حنا ما عندنا تسافر حنا ما كنعرفو لا تسافر لا خروج حنا كنعرفو نجمعو باش نخرجو حتى حنايا بسكنتنا. واخا امي ما يكون خاطرك هذيك 40000 اللي عندي غنجيبها لك زيدي على الحساب. تسافر مزيان حنا وجهنا وجه التسافر حيت شي دراري خدامين معايا مشاو مجموعين. واش حنا واحدين في خوك وباكين معاه هو ياكل هو يشرب ويبقى لينا تسافر؟ صافا امي ما يكون خاطرك ما عندي ما ندير والفلوس عاه تاع الخصي ولي جون قادين بلا تبقى تنقص ليا انا نقول لك يلا تقعد. لا حول ولا قوة الا بالله يا ربي دير تاوي لي يا سيدي ربي. سي خالي لا مشيت انا راجل انت كي داير؟ كي داير كلشي مزيان. نقول لك يا بغيت غنسقسيك مالكاش عندك شي دولي بران؟ شناهي؟ دولي بران راسي دارني صراحة سميتها دولي بران ماشي دولي بران. وكي دولي بران كودولي بحال مهم شي حاجه تصدى ديال الالام وصافي. شوف نقول لك واحد الحاجه بغيتي شي حاجه ديال الالام كاينه انا كندير الالام وكنحيد الالام بجوج دقه. سبحان الله العظيم وما كذبوش قال لك جرح ويداوي حتى راه نهار شتك و
وانا الشقيقه ما بغاتش تفرق ليا مخي اخويا ضريتيني في راسي. قلت لك جايبه وحده من البلاد تجيبها لي شابه شوشو وانا ما عارف. حق الله حتى كنقول لك علي كاين راه من نهار شفتك بهاد العوينات ونهضرتك السي خالد وانا راك غادي ليا جاي في الطانطو غادي جاي غادي جاي تراسي ما بغاش يحبس ليا قلت راه نكالبي لا عندك شي دولي براند راه عليا. عاودي عاودي كيفاش زعما بغيت نقول ملي شفتك عزيتي عدي وديك النهار ملي تلقيتي ليا في الزنقه وتقلب عليا وديتيني للدار وعزيتي عليا قلت شو راجل عمتي تبارك الله ولد الناس وضريف سعدات عمتي بيه والله يجيب لنا شي واحد بحالو يا ربي. وهادشي علاش ما قلتيش؟ راه حشمت منك اولي كنديرو لها على الطفل هو اللي يقولها للطفل ولا الطفل اللي تقولها للطفل. وصراحة الله هو راه نقدروا نفصلوا منك شي حاجة هي راه واخا تي قال لي شوية هروية ولكن راه يخرج منك شي حاجة. عجبك انا كنعرف نلبس ونعرف نتقال. راه ما شو ما جاش معاك. الهبيل تي نهضر كان راه مخبية زيني تعاقني اوكي وي 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 والله تندهشك. لا شوف انا نعطيك اوكي ونعطيك وي ونعطيك جميع داكشي اللي قال لي دوك اللي في القافيات اللي في الاخر اللي كيسدوا بهم نعطيهم لك انا. والله ندمتي شتي الا كان عام اليوم غتشوفني واحده اخرى كاين على الاحمر والزرق والخضر والليموني تا والصفر ترى نعجبك غندي لك العينين. اه تبارك عليك ما تشعشيت ترى مشعشعه عند الله. سمعيني طلب واحد اللي عندك دوش راه هو واد اللي على اليمين على اليسار. ايه سيري دوشي ياك دوشي ريح المزير باقا هادي يلا تم غادي انا نمشي وعما تعطاش درا حاجه بالك. اه ان شاء الله الزين طريش هي حق الله كما كنتيش عمتي ولا كانت عمتي مال انا راه بلادي وبارضي يشوف فيا انا وغيخليها هي والله الا زين قال لي يا عمي او زعما ريحتي خنزه مو حال قالت لك الحاله تبارك الله طال زينه انا مخاسمه انا وياك. علاش دخلتي انت الكوزينه انا غنخرج؟ علاش بنيتي؟ علاش بنيتي؟ قول لي شتي قاره. لا مو حتى الماكله غنقسموها. لا 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 ما مولفاش لك انا على بنيتي. علاش بنيتي؟ انتي جديتي قارك وانا نشدتي قاري. علاش شنو درت لك بنيتي؟ درتي كلشي. ما درت حتى حاجه بنيتي قولي لي شنو هو الغلط اللي درت؟ ها انا معاك بنيتي شنو؟ بغيت نسولك. انا مهمتي. انا ماشي بنتك. وي ربي ما عطانيش البنات ربي جاب لي بنات. دائما كتقول الله يعمر هذا ربي ما عنديش البنات ما انا ليا بنتي. اياها بنيتي. واخا والناس كيخرجوا من عند بناتهم وكيمشيو يجمعوا باغيين يديروا القرعات باش يكريوا الديور وليتي باغا تصافي على التواليطات مع عباد الله. شي هكاك لا هكاك لا هكا وبقى فيا الحال من سمعت هاد الهضره. دابا هاش انت بغيت نفهمك دابا انايا اش قلت اش قلت انا ومروان وجات بنت عم بنت خوك من العروبيه وانت وخليت بغيت زعما كنخليك براحتك ونخلي مينا راحتي معاك انتي اي واحد نجري عليه شي مال بغات تخرجي من هنا تتكون عندك دارك عاد غتخرجي متفقين ولا لا؟ ورا الحياه فين خممت لك بنيتي وبغيت كثرتي تبقي واخده حريتك شحال قلت لي نقطع المراه عليك. مالي اختي واخده حريتي عايشه حياتي انا وراجلي مزيانين ما خاصنا حتى خير هم منورين بوجودكم. الحمد لله ربي يخليك بنيتي. سيرينا النهار اللي غيدير ولدك دارو سيري داك الساعه مره شويه عنده شويه عندنا وفين مرتاحيتي مرحبا اما مادام غتخرجي تمشي تكري لي اختي البيوت ما عنديش. والله يجازك بخير بنيتي والله ما نسمعش منك. صافي القرعات ديريهم ذهب كملي لولدك في دار ولا كان غيشري اما لك تي غتمشي تعطيهم اختيها في الكراوات ما عندنا ما نديرو بهم. والله دير بحسابك بنيتي وانا دابا غنصافي ربي يخليك الله يعطيك من فضلك. راه خاصك تفهميني وفهميني وحلي لي داك الطانطو عندك شي هنا راه من نهار شفتك والله تعشقت عزيز عليا الزين البلدي الزين البلدي دير بحال شي دجاجه عاد توقع تبارك الله وصل عند بها. خلينا نقول لك سي خالد الصراحه انا راه كنحبك ونبغيك في قلبي. وتهزي راسك وشوف فيا وقوليها ليا وانتي مهبطه راسك. وراه سيري راه تنحشم انايا راه هادشي ما مولفاهش سيرتو سيرتو ولاد المدينه يقول لي انا هادشي مولفاه من ولاد الدوار ونعرفها معطام عليا في ديك البليده. شي يقول لي ولاد الدوار حتى هما كيقولوا لك ها طامعين في ديك البليده المخير باغي ياخذ لي على الارض. سمعيني من داك الشيء دير والو
ترى انا اللي خدام لك وانا اللي خدام لك بالمدينه وعارف حقك عرفتي انا كي غنردك انت بربي تي غنقلبك 360 درجه تشوف فراسك من المرايه ما تعرفيش راس خالد كتبغيني ياك ويلي وادي هضره زوال دابا دخلنا عليك بالله تي انا راه مغامر معاك طالع انا وياك فلوكه متقوبه اسمع الا كتبغيني طلق عمتي وتزوج بكانا ولو شرط اخر ونور سمعيني هذيك الصقعه ما يكونش عقلك شويه متقوب بشويه بشويه قولي ها بالمال كيتكالبو دنجال عمتي عمتك راه غنطلقوها وامتى انت كيفاش امتى صبري عليا باش تلقى ليها الحل فهمتي باش تلقى ليها السبه راه كنقلب ليها السبه غنقاد ليها الدقه الله يعاون وهاك هاك راه بغيت نضرب انا وياك حل في البيض ونتزوجوا ونمشيو لبلاد سكنا انا نضربوا البنفسجي في الموف وتمشي تقابل ليا ديك البليده وتحاتها ليا وتقابل ليا شغلي سمعي تاش حنا بغينا بشي بلاد وشي عروبيه وشي تراب وشي عجاجه تراب كلشي وتي سمعيني تسمعيني شي انا اللي كنعرف لك تي غنمشي وانا وياك لتركيا ان شاء الله غنبدلك غتولي وحده اخرى تركيا غيخشيوك غيخرجوك من الفران ها ما تقولش لي غديني عند داك طالوني لا غنديك انا عند كي الاخر هذاك اللي كيضرب الجره قول لي غديني عند طالوني قادني غيقادك ان شاء الله ما يعرفوني صحاب الدوار وانت ما غيعرفك حتى حد ان شاء الله والديك محال واش يعرفوا ومنين نجيبوا الفلوس ويجيب الله يجيب الله كل حاجه غتجيب وقتها احنا ملي غادي نتزوجوا ان شاء الله ونتي ان شاء الله تقادي لي الامور ديك الساعه راه برا ويلا نمشي ورا قهراتنا الشمس شي لابسه بحال ما كيد والو لا ما عندو ما يصور من عندك شي يصور من عندي والو والو زيدي اتحازنا على مول الفاخر زيدي يلا نمشيو من هنا احسن وزيد قدام قالت لي امي عم الراجل ديري وراك ديما ديري قدامك ياك زيد جاك امتى تهبطنا عشان امي قربت تحط الغداء كوكوت راه كتصفر مالك كوكوت ما غاديش تهرب خالد يا كوكوت انت اللي غتهرب زيد ما غنهربش انا معاك انا اسمعني اسمعني واحد المعايا دماغك مزيان انا نتصنت واش قلتوا لي مع الوالده بغيتك تدوي ليا مع الوالده حتى محيط نضادر غتشوفني زهر قباني انت علاش غندوي لك مع الام واش نقول ليها باغي نتزوج ها باغي نتزوج انت مال فمك ضارب لي الخيط عارف انا ما نقدرش نقول لها نخاف مع نقول لها ترحم لك الوالد اللي نطلع بحالاتي انت خليل الله يعطيك الصحه خوك علاش غتطلق امك علاش السبب شنو هو حتى هذا الدول ما فيها باس هذا الحلال سير ياك تخدام واش خدام جراو عليك من الخدمه لا باقي خدام مرسم هنايا هو صافي اشنو خاصك احشم نقولها لها ما فيها باس تقولها لها انت ياك وشوف حقها ديال اللحم نعطيه لك راك هبيل وباقي هبيل وغتجيب لينا شي هبيله للدار وحنا ناقصين قال لي تسطيه شوف اللي غتجيبها لي انت نتزوج بها انا بغيتها نتزوج وصافي كملت انا ديني وكبرت وكنحس براسي راجل وقادر على المسؤوليه ما فيها باس يلا فهمت دابا الكونسيب حول داك النهار امي قالت لي سير جيب لي رقم 36 ولا صفو في الباب فهمت دابا اللي بغى يتزوج هبل اللي بغى يتزوج كتعتبروه مسطي وحشومه وسير عند امك قولي لي ها صافي ما تعصبنيش قلت رجل شويه انا جيت بوادر وانا بوادر منفوخين وسير عند امك قولي لها امي ها انت راه بغيت نتزوج دابا انا اللي قلت لها غتنقص منك انا راه نقولها لها ما عنديش ماشي مشكل انا بغيت نبان ضعيف وبغيت نبان ناقص اقول لها انت غتكون بحال هكا قدام المراه ملي غتجي المرا ساعة نفخو البوادر الوالده ما نقدرش نفخ عليها بوادر هادشي يقول لك المات احترموا والديكم وما تقولوش لهم اوف صراحه انا بغيت نشوفك قدامك كي غتكون داير شتي لك تي بحال هكا بهذه الحاله ديال الفيبرور اقسم بالله غدير لك سنسله وغتجرك حقا راه عندك سنسله خاصك طونغلور نطلع للقريعه نجيبو لك خليت لك الراحه طونغلور كيفاش طونغلور اخالي يلا معايا وغنشرحوا لك شنو هو غايا فيه الزواج زيد يلا يا حمتي تتكي الفلوس والدار البيضاء وتا الخوامي ما قادش بدليهم لعمي جاك عندك عاهد الخوامي علاش ما عجبوش يا ولي وضي موضي بقى بارك الله ولت راه ولا العجب نهار تسقميها غادي نبدلها ان شاء الله ايوا شكون اللي باقي يدير حنا في العربيه ما بقيناش نديرو بحال هادشي دابا ندير دير الفيدو يا من الاحسن صراحه ولا الذوق عندك عيان يا حمتي يلا باقي في كلشي عيان صراحه يلا حاجة واحدة بعدا ما عاد كي درتي ليها تصدق لك الذوق اش هي داري زوينة ياك بغيتي تقول تبارك الله الموقع عندك شهي ها انا كنعرف نختار
الدار الراجل كلشي كنعرف نختارو. ايه انا عندي معنى معاك انا فهذا يا عمتي، راه حق الله صراحه الحق نقوله فهاد الشيء، الراجل الدار ما شاء الله تبارك الله ما عيناك الله يعطيك شي واحد بحال خالد. امين يا ربي امين، من فمك ربي يكون شي سعد مسقم بحالو ما كرهناش. الله يسهل عليك. ولكن يا ما نظنش ما نظنش بصح، عرفتي علاش؟ حيت عطيها الخروج ولا لا ومالي وليتي تخرجي بلا خبار، وهادشي راه ما نبغيش انا في داري. ولكن شي عمتي رانا علاش جيتي انا للدار بيضاء؟ علاش جيت؟ باش نقلب على خدمه وتحركوا وترزاقوا، واش انا عم قنبندع عندك والخدمه جيتي لعندي؟ ما كاينش هادشي، نتحرك نخرج نقلب. حاجه وحده اللي ما تفهمناش فيها واحد النقطه، اما هي اللي كيقلب على خدمه كنعرفوا مع السبعه كيمشي كيخرج من الدار، ثمانيه كيحلوا محلات كلشي المعامل، كتخرجي حتى لجوج ثلاثه ربعه وقال لي باغا تخدمي في الوظيفه ياك؟ ايه انت منك القيد ولا ماشي فياق بكري؟ لا منك العامل. لا الفياق بكري اش غنمشي نفيق من بكري؟ كلشي قلت لها انت كلشي نايض خدام، انا تنقول العشيه باش يطان. خذي راحتك والله يجيب لك شي سعد احسن من راجلك. كرهنا بحال راجلك احسن من راجلك موحال، ونشوفوا على اللي قريب لينا. وليده؟ نعم ولدي. فين امي؟ اهلا وليدي. يا الله كلشي بخير؟ الله يحفظك لي ولدي. دنيا الامور؟ كيداير نتايا؟ وحنا الحمد لله. ماشي عمل؟ الله يلا بخير، اللي عنده صحته يحمد الله ويشكر. اللهم لك الحمد. هذاك الشيء اللي كاين. اللهم لك الحمد، هذا ما عندي ندير ندير تاش غدير؟ والله الصحة هي كلشي. ديرها مديرة الله. اه. وامي بغيت ندوي معاك في واحد الموضوع. مرحبا ولدي، مرحبا مرحبا. انت بغيتك تصنت عليا وتسمعيني مزيان. هذا معاك الموضوع راه ما كيخصنيش انا، انا راه داخل فيه. الموضوع كيخص ولدك مروان. هادو ثاني. وامي راه حشم منك، بغيت نقول لك شي حاجه وحشم منك. خليتيني كتحب عطاتني شي حاجه بغيت. لا لا بخير وعلى خير. هو راك عارف فيه هبيل. لا لا. وحشو معياش ديالو وعادي يجي يضحك عليا، راك عارف فيه. لا لا تنايم ديك الناحيه. ولدك بغى يتزوج. اه؟ ولدك بغى يتزوج ان شاء الله. شنو غادي تجوج؟ تجوج ويدير وليدات حتى هو ان شاء الله، واللي عندك حتى تيا خنيفيشات. ايه كضحك كتقولها وكضحك، ولدي هاك بغا يتزوج وبغا يدير وليدات خنيفيشات. وشنو هو الحلال هذا؟ ما بغيتيش يتزوج؟ واش خوك عارف فيه نص عقل، هذاك العقل النص اللي باقي هو اللي باش خدام وباش واقف وباش عايش، وانت كتقول لي باغي يدير وليدات. ماشي مشكل نقلبوا ليه على شي نص عقل اخر ولا عطيهم يوليو عقل. خالد واش كضحك معايا ولا كضحك؟ كدوي معاك امي منيت رجع عندي قال لي دوي لي مع امي راه حشمت منا راه باغي نتزوج باغي نتوكل على الله. قلت لي صافي اخويا انا ندوي لك معاه. لا 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 سير عنده وقول لي قالت لك امك لا، من ما قادش يقولها لي حتى تردها لي. واش تسطيتي حتى ولا مالك؟ علاش فيها امي؟ لا ما كاين لا مال لا والو. علاش؟ لا الدار باقي صغير. ها؟ كنت اه باقي صغير عندي. وانت هو في جميتر ديال الطاله باقي صغير كيطلع على العام الجاي كيشوفو. واخا يكون عنده هو 100 عام وانا 200 عام كيبان عندي انا باقي صغير. خليل سديها في راسك وديها في مرتك. والله ما كذبتي فيها. وتخصك راسك. والله ما كذبتي فيها. خليني ملي يديها. الانسان هو اللي يديها في سوق راسك. تخصك راسك انت مالي انا. ياك انت مجوج. انا مال حمرت خويا انا مالي. سير اخويا تخصك راسك. مزيان تبارك الله. عمروا لي راسهم بجوج وجي يقول لي راه ولدك بغى يتزوج. كسبت عقله صحيح. مزيان واخا. خاصك تشفنش على باركه في الزاويه. اسكت عليا راني جايه من الحمام لاكحه ماشي جايه خارجه بيضاء مشقشق. الناس كيجيو من الحمام كيضربوا شي عصير يبردوا عليهم ماشي كيضربوا في اتاي سخون. ولي حيد لي العطش على الحمام ماشي لي ما كاينش لي حيد لي العطش قد الاتاي. انت ما عرفناكوش كنتي في الحمام ولا كنتي في شي قهوه ديال التباوق عينك مسدودين. ما نقولش لك داخل واحد تحال حيمه ولكن راه خرجتي بيضة ها؟ لا بان فيك الضو والما بجوج، ليدي كاملة مجموعة تبارك الله. راه بغيت نقول لك شي حاجة. قولي لي راه كتعجبني ملي كدوز. عمتي. مالا؟ وكشتات ليا ماترة ولات كثرت عليا الأسئلة، فين غادا فين جاية فين غادا فين جاية السيدة وقالت عاقت بيا. عاقت بك تتي عمتك هروية اش كتعرف؟ عمتك راه دايرة بحال شي بهيمة. بركي لي بركي لي. ما تهز ما تحط، تاتي هذيك تمسكي لها تسيلي هي، فاطمة الزهرة.
انتي عارفاني باغي نديك ونديرك الميزاجور، اش كتفكري تفكري وتفكري لي عمتك. سمعني الله يرضي عليك، نطولو نقصرو، كنتي ناوي شي معقول فرتك عليا شقول وخلينا نضربو الكحل في البياض. انتي سمعيني، ما تبقاش مسلكني. انا ناويك الحليب، ما يكونش داك طاطو عندك خاوي. سمعيني انت، بغينا نديرو الحل باش نمشيو انا وياك فين قلت لك، نمشيو ان شاء الله لتركيا ونعيشو تمايا. نقادو كلشي تقادو. ان شاء الله راه قلنا لك غنقادو، نبقاو نقادوك، راه الواحد يقادك بشي كروشي نيت. صافي حشمتينا. اسمعي خالد، راه خاصني نقاد الامور. اسمعيني، راه خاصني شويه من عندي وشويه من عندك تتيا وانا معاك. يا شو انا شوف فين راني مول في المشروباتي. صافي علي، صافي الله يرحم لك الوالدين. سبحان الله دوي معايا في المعقول وانت راه كندوي معاك في العامر. الله يرحم لك الوالدين، خلي البراد راه خوا. سير نسمعك خالد، انت ما قنعتينيش بهذا الشيء اللي كتقول. راه نقول لك انا والله تداوي معاك في العامر هادشي، انا عندي واحد البركه. ايه تشير عندك شي لعيبه نجمعوهم ونهجو من هنا. واخا اللي دار عندي عندك البليده هي اللي نكتب وهي اللي نعلان. هو صافي ديك البليده سهلتي، هذيك البليده كتبيها ليا نبيعو بوا ونمشيو. انت مالك مكلخة مالك؟ واخا اللي كاتبها عليا ونبيعها انا. وانت اسمعيني، ما تيقاش فيا دابا. الشباب انا وياك غنوليو مجوجين ونخرجوا من هاد البلاد، هادشي كامل دايروا على خيبانك وانت والو. صافي الا كنتي غتاخذني وتزوج بيا نكتبها لك، ماشي مشكل وياك واحد. ولكن الهضره بيني وبينك، عندك عمتك تسيق الاخبار. يا ولدي ما انا هبيله ولا انا تكير عندي الطانطه باش نفكر، والله لا سمعتها مني. نقول لك دابا والله حتى غتشربي اتاي. منال جابك الله هاد النسي. اش باغا؟ كان شي صابون دابا غنصبر. ما كاين لا صابون لا والو، كتثقي بيا؟ ايوا كنتعوك عين عين مهمين. كنهضر معاك واش كتثقي بيا ولا لا؟ ولي راه تي كلشي مهم. هادي غتزيدي تثقي فيها ديال بصح. مالك؟ هاديك بنت خوك دارت لك شي حاجه؟ ماشي قضيه دارت لي شي حاجه، هذا الدير اش غدير ليا انا؟ ملي كنتي سمع بنيتي قال لك البصيه ما تقش المسحي، وانا جيت شحال نبهتك بنيتي وسوقك هذاك. دابا بلاتي فاش انا نقدر نفهمك؟ واش شفتي عليها شي حاجه؟ دارت شي مصيبه؟ حصلتي عليها شي حاجه؟ عندك شي دليل؟ انا راه بنت البلاد وبنت درب السلطان، وكنشمها وهي طايره في السحاب. تحيه لولاد درب السلطان، وما كاينش اللي ما كيحماقش عليهم ويتسطع عليهم. انا غير قلت لك بنت خوك ردي البال معاها، بنت خوك ريحتها بدات كتعطي. اللهم قد بلغتي. ميمينة كلامك هو الكبير وفوق راسي كلامك، ولكن بنت خويا معمره ما تأذيني ولا تبغي لي شي حاجه خايبه. راه حنا كنبقاو عائله، خباها ولكن هذاك رباها، هي ما نظنش دير لي شي حاجه خايبه، كنثق فيها. بنت خوك غتاديك وغتضربك في دارك، وانا كنقول لك وانا دابا غير ساكته ما بغيتش ندوي. لحقاش داك الشيء غادي كيتوضح، قال لك الخبر يجيبوه للاخرين. انا قلت لك اللهم قد بلغت، انا كنعاود فيها اللهم قد بلغت. حل عينيك وسوسي وديك باش تسمعي مزيان. انا قلت لك هادشي اللي عليا، الكره كتبقى بين يديك. تهلاي بنيت هاد ميمينه ما كانش كيصحاب ليا مغيارة، ولات كتغير من بنت خويا. ياك انت جالسه وهي جالسه وصافي، مرحبا بكم جميع. قالك ضيف ما بغى ضيف، ومول الخيمه ما بغاهم كاع. انت كي داير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لاباس الحمد لله. هناك بنادم كيدخل شو كيبركي هكايا بشويه. مالك؟ انا نخلينا من هادشي. قولي لي نخبز لك واحد الطرح ديال المسمن. لا بنتي شكون ملون ملون والله يجزيك. شوفي خير مدلوك مقاد محمر من يدياتي. باين بنتي باين باين العربون باين باين. بغيت نسقسيك شي اسئله جاوبيني، ولكن حق الله قولي انا مقلده نجاوبك من القلب، ما تكذبيش عليا. انا مقلده نجاوبك من القلب وما نكذبش عليا. الله يبارك فيك. غير قد عقل قول لي درك تشوفي فيا انا نصلح لولدك نكون مرت ولدك زين. مرت ولدي؟ انا بنيتي حنا راك نشدوك بنيتي. انا وليدي خدام عليا وباقي صغير، واللي فيه غتزيدي انت غتكملي ليه. ما باقياش اخلي لي وليدي اختي حدايا نشوف فيه صباح وعشيه. علاش غنجوجو؟ يتزوج غنجوجو انا بنيتي. المواصفات تاع الزين والجمال فيا. يا
عم بغيناش نطلقوا لك السالف ها هو لا خليه العينين حرشين ها هو ممكن كي كقع الكيسان ها هما ولما نهضروا على الطاوله وتشف ايش كيقولها مفجه ما شاء الله من عند الله ايه بنيتي والخفه ما نقولش لك عينيه والزريق ما نقولش لك عينيه وما نقولش لك ها بنيتي مروان عارفه لي وعارفه لي اللي غنجوجو وعارفه اللي ما غنعطيه وانت دابا باقي عليه الحاله بنتي نقول لك انت مروان هو يعتبره راجل وعاهبي تابعك دايره ليه بحال الدري الصغير حيلك ايوا ايوا حنا غنخرجوا للعار لا بغيت غادي عمتي غتبرى منها يا ولد امو فهمتي مرض امو كيفاش ولد امو مرض امو نتوما علي الدري راهي امو وطايح حاط راسو على راس امو كتسميه ولد امو ولا انا راه ما عينيش فيه عرفتي يا خالتي دابا حنا ما قلت لك والو عرفتي بنت خو مرت ولدي اللي هي عمتك اللي هي مرت ولدي عيني تساعد نودي ما عندي مني ما بغينا عين تحدي ونودي تحدي سيري الجردة وتحدي سيري حبيبي سيري قلت لك مرت ولدي اش بان لك نكون مرت ولدك داكشي اللي بقى نيس وخاص بقى عادشي اللي كدوري في القمر الصناعي نغوز ولا ندير الزرق نشوف غديري الموف شوفي شوفي عمتي جاب حيدي ولا نهرسهم ابغيت عندي لو عندك عينين ضاضر بعدا ونشوفو كيف يجيو علاش انا ما يجوش معايا بحال هاد الضاضر وما عنديش وجه مع حتي لا ما عندكش وجه سيرتك سبحان الله ماشي ديال البشر ماشي ديال بنادم وعلاش عمتي تقولي بحال هكا هادو بلا مش طراجي واحد ما يعيبش خلق الله هزي حوايج كل باب الحباب ما كنعايروش في خلق الله كنعايرو في البشر اللي ما كيسواش علاش هاد الحوايج هادشي ماشي اختي ما ليش درتك انا راه باقي كامل لقيت خدمه نهار لقى الخدمه راه غنهشاك وشي وغنزيد اللي انت كتقلبي على راجل لما الخدمه كون كنعينك في الخدمه كون خدمتي شحال هادي حمتى الرجاله فينا هما تاتي الرجاله طفاو في اللي مجوجين والصراحه ما كاينينش الرجاله كاينين غا عيالات الرجاله وانت كتقولي الرجاله كنخليهم ابار والراجل فينا واحد كاين غمرته حاليا ولا عندك شي راجل تعرفي يقول لي يكون ها عنده الاقه ما يكونش معنا ليا في البليده وكاين الصراحه اللي كتبتي ليه البلاد وكل شيء راه كاين وشكون هذا اللي ما في راسكش ولا نخرج عطاني انتساع باش تولي في راسك وهي عمتي نخرج راه كلمه كبيره عليك علاش كبيره تولي عاد تي خارجه وانا اللي باقيه في الدار وهي عمتي هاد الضحكه هادي ان شاء الله راه هي اللي غنديرها انا ان شاء الله كضحكيني فاطمه الزهراء بحالك بحال بواك وياه كان يقول لي سرعت بوها وسرعة ما تبان بوها حرام اسمعي بنتي نقول لك واحد الهضره انا عمتي كون سمعيني مزيان ما نعطيك واحد الدرس باش دي ما تعاودي ولي هو عمتي نسمعو دابا اش غنديروا في هاد الكارثه مع هاد خيتي خالد الا كنتي بالصح باغي توقف معايا وراجلي ديال قلبي خليها طايحه في الشبكه وغتجيب لي الارض اللي دا لي خويا سمعيني اختنا راه طايحه في الشبكه وانا هادشي كامل دايرو على ودك انتيا ما فيها لا خير لا والو لا هي لا بواها خويا زعما شوفي هذيك كتحسب راسها مريكله ولكن معايا انايا كاع ما تدوز عليها غتبقى غادي في الخطه مزيان الحاجه الوحيده غتقولها نتزوج بك طمع يا خالد خذ الارض وندير لها ضريبه كوني هاني انا معاك صافي ياك ما والله اعلم تولي عاجبك وقالت ست سعود بقى ما يعجبني هذاك النوع ما عقلك زعما هادشي كامل دايرو على ودك كمان وتا انا هادشي كامل داير على قبلك نبيعو الارض ونزيدو حنايا نديرو شحال من حاجه في حياتنا الله ياخذ فيها الحق سميتي منال الزعيم داك كنتي راجل متفقين عليك انا دير لك البلاد ودخلني عليك بالله انا قديمه وغشيمه انا ما كنفهمش انك مصاحبه مع راجلي ياك وتويا لاعبين عليا هو دخل عليا بالحب والغرام تا دار البليده وتي باغا دير لي سلت من هنايا اصلا ديك البلاد ماشي ديالك ياك اخويتي ديالي انا ومنين اخويتي منين خليها ليا با وخونها ليا خويا وقل اجي ما اجي نكتبها لبنتي باش نضرك باش ما تاخذهاش ليا اختي وتي جبتيني تاعي لعندك ولعبتي عليا انت وداك راجلك ياك ولكن الله لا بقات فيكم بغيتي الله لا بقات فيكم ولا كان عادتي وداك الراجل لما دخلكم من عين البرا وخرجكم منها علاش عطيني الصح ودابا من رجعت ارضي المخيل في عودك سر رجلي العرض ديالي غترجع ليا والله ما رجعت ليا تطيح معاكم شرح ولكن الهضره ماشي معاك الهضره مع داك راجلك راه خويا اللي ما ربيكش اصلا هو ما مربيش بزاف عليك وخرج الدريكه نايحه خليني ما نتفكر هذيك راه كي عمتي
ولكن هذا ماشي معاك. يلا الباب الحباب المسخه الاخرى، انا غنخلي لك الفرصه ديتو الارض وديو الراجل. ها واللي هبطتي وادك الصحبه ما تعطل دور عديهن دور عديك. قول لك اخويا ليش درت فيك عمري صرفت فيك انا العيب ولا العار؟ ها ها تعبي عليا انت ومرتك وتديو لي البليده اللي نكسب ونعلم. علاش اخي ديش درت لك انا؟ ياك انا اخويا بغيتك تبغيك؟ اه انت تبغيك نفعتي بحالو كنت تاكل لك الوان. انت شوفي حالتك ها الزرق ها الخضر ها ما انا بقات في الوان بقات في تراجليت بقات في مرا ونص. والتراجليت ديالك خليناها لك لالا، حنا حساب كان بينك وبين عمتك صفيناه. عمتك اش دخلك مني لعمتي؟ الا كان بويا انا كلا ليها ارضها مني لي انا مالي؟ اش قلتي عاودي؟ بويا كلا ليها ارض انا مالي؟ لا الارض انا رديت ليها ارض راه مرتي هذيك ياك. ايه علاش كنتي تقول لي غنتزوج بك وناخذك ونعيش انا وياك وليدي دايره فيك الامان؟ انا كنت كنقول فيك بوبك خويا. دابا انتيا غتلاقاي معايا انا ها؟ ياك اخي علاش درت لك انا خايب؟ والله دابا انتيا تلاقاي معايا انا خايب بغيت ردك راجل. ردك دابا انتيا ردك راجل ياك ونديك البليده ونخليك تقابل وتقول لي انا الري وانا الشوار. شوف غاتبوكيصه نقول لك واحد جوج كلمات. عيد عليا عايدك ساعتك راه سالات، داك الشيء اللي كنا باغينو وصلنا ليه. واخا عرضك السلامه. انا مزيكه والله اخويا انت كنبغي نكون موت على كاين تيسيري بغاك بقره وجمل تيسيراش بيني وبينك ياك اخويا. واش كتشوفي راسك في المرايه؟ مالي زينت البنات وزينت الطفلات كاملين المخيره ما كرهتش تكون عند حالي. الله يرحم لك الوالدين. انا راه عندي مراتي ما عندي ما ندير بك وزيدهم انا ما بيني وبينك حتى شي حاجه. الغدار ما ضحكتش عليك ما حتى شي حاجه بنتي. ما ضحكتش عليا ديري البليده وما ضحكتيش عليا. الله يرحم الوالدين هذاك رزقنا رضيناه شي حاجه اخرى ما كايناش. الله ياخذ فيك الحق قدام الله والله ما نسمح لك. ماشي مشكل تعيشي منين تقول لي نتزوج بك في الاخر تلعب عليك. شوف سيري تركت النصابه سيرو سير نكشكش عليك سيري الله يعاوننا ويعاون. مزوقه فيك خالد راه ما عندكش فين ترى مزوقه فيك انا لا ما سيري بحال سير رجع دباك. واه تزوج بيا تزوج بيا الله نضرب راسي مع تجربه سيري الله يرحمك. خلينا نضحك قدام الدوار سيري ولا غنمشي انا. الله يعاوننا ويعاونك. الله ياخذ فيك العقل خلينا نسمح لك سيدي هبط. يا ربي يا ربي تجيبها في يا ربي. انت سيري ردينا ديالنا منا نصبنا عليك سيري الله يعاوننا ويعاونك. شوف نصبتوا لي المدام ردينا حقنا. بالي بالي الله يسهل عليك. على لا ماشي مشكل وحنا ما بيناتناش. وقفتي معايا وقفه ديال الرجال وراه خاصني نوقف معاك. دابا بيني وبينك الا ما وقفتش معاك انا اللي راجل نجيبو براني يدير هادشي. كاينين شي رجاله كاع ما مسوقين لعيالاتهم موتي حيا كاع ما يخاطر معاك هو كاع. شوفي كيقول لك واحد المثال كل واحد كيعرف قياس براد. هذاك الشيء اللي كاين. السلام عليكم. انت هذاك رزقك كان دينو ليك جاب ليك الله باش كنت عاقل وترد رزقك. هذاك الشيء لا اديه الحمد لله ما اديناها ما ضربناها ما ضحكنا عليها الحمد لله ديالنا الله يعاون. واش كاين لك في الارض؟ والأجرة ديالي سميتي انا بطبيعة الحال. عرفتها بسميتي ايوا ديالي هذيك راه ضرب فيها تمارة. انا راه ديالي نضحك معاك انا وياك ما بيناتناش ديالي وديالك. خليك ديك الارض ما بغيتيش بيعها واجي نديرو شي بخوش. منال انا ما نكذبش عليك انا كنت باغي نقول لك هاد الهضره حيت ما يمكنش ديك الدار ديك الارض تخليها تمايا وهي حداهم. انا معاك غنضيف المشاكل الاخرى. بيعها لشي واحد براني ينقص لي في الثمن حيد عليا وجي نفرقعو شي بروشي. صافي مرحبا لالا. بغيت نقول واحد الحاجه شهيد الدلاح كلاح ولا ديك السويله الصفراء ما عرفتش كيقولوا لها اللي كيكون فيها الطابع الاحمر وتكون كبيره وزوينه وحلوه. ولا اللي كيتشهى راه خاص يكون تشهى على شي حاجه تيتشهاي هكاك. لا في سبيل الله حنا نجيبو لك نجريو من وراك. ما كتجيبش لي انا وهاد المره ما غتجيبش لي انا. وما نجيب الجيران لولدك ولا بنتك. ها تخدع عليك بالله باش كدوي بصح نجيب ماشي الدلاع انا نجيب كامي والدلاع وكاموني. اه حنيني اه حنيني خايبه تجي التعاويذه. قلت انا يا هبطه الكازا زعما راني واعيه وتا حد ما يديرها بيا. ساعة ودارها بك عمتك وراجل عمتك داروها بك وداو البليده. يا ربي درك نرجع انا عند البو نقول لي ردوا لي البليده ولا مبقى ضايعه في زناقي. واش انا اللي ظلمتهم ولا هما اللي ظلموني؟ ها قولوا لي. انا مشيت بنيتي بغيتو 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 تكواني. ساعة واحد ضحك عليا ودار لي ما نلقاك مع الزنقه ولا ما نلقاك مع بواك.
اش غندير يا ربي؟ اش غندير حنينه؟ اش غندير؟